إذن الـ components تبعت الـ pneumatic system عندي air tank an air tank to store the air that to store a given volume of compressed air an air tank to store a given volume of compressed air. إذن هذا أحد الاختلافات بين هون وبين هون. الزيت بقعد في التانك ما في ضغط عليه. لما البامب بتشتغل عليه بتضغط في اللحظة اللي بدي إياها. فالبامب بتشتغل في اللحظة اللي بدي أعمل موشن أو أرفع الضغط. الكمبرسر بتشتغل أوف لاين حتى وأنا مش شغال. بتسمع الكمبرسر لحالها عمالة بتشتغل. بتعمل توبينج أب وبتوصل الهواء للبريشر المطلوب وبتوقف. بعدين أنا بصير أسحب من هذا الهواء المضغوط. هذا اختلاف أساسي يمكن. واحد واثنين وطبعا الزيت انا بدي احافظ على الزيت في الهاي فالرجعه بدها ترجع للزيت الهواء يو اكزوست الهواء للاتموسفير وناخذه من الاتموسفير ثاني شيء عندنا كومبريسر اللي بتشبه البمب اذا اي كومبريسر تو كومبرس the air that comes from the atmosphere. زي فكرة البامب هناك. إذا نفس الشيء بدنا برايم موفر، مش هيك؟ عندنا an electric motor. خلينا أحط هون or other prime mover. أنا كان لازم حطيت يكون هناك كمان other prime mover or other prime موفر زي ايش ممكن يكون البرايم موفر التالي؟ غير الالكتريك موتور بس البلت ايش بيعمل له درايفنج؟ ايش اللي بيعمل له درايفنج؟ ايش البرايم موفر بالسيارة؟ الانجن ايش اسمه الانجن؟ ايش بنسمي هذا الانجن بهاي حالة السيارة؟ internal combustion engine ICE مثلا هاي اي برايم موفر مثلا اكزامبل ICE internal combustion engine اوكي هي مثال internal combustion engine محرك الديزل او محرك البنزين فاهمين اسمه internal combustion engine او electric motor بس طبعا في مكان مغلق اذا انا في داخل مصنع ما بديش اقعد اشغل internal combustion engine ويطلع ديزل معي في الداخل اذا كان في منطقه مفتوحه في الخارج او متنقل وفيش عندي تيار كهربائي يمكن يكون مناسب اني استخدم الثيرمال كومبستشن انجن ديزل انجن نفس الشيء عندي زي اربعه هناك عندنا فالفز تو كنترول ذا دايركشن دايركشن بريشر اند فلو ريت خمسة يكون عندي هناك اكتويتر هون نفس الشيء عندي اكتويتر اكتويتر نفس الفكرة هناك ممكن يكون روتري ممكن يكون لينير ونفس الشيء بدنا بايبنج بايبنج تو كاري ذا بريشرايزد اير حتى احمل انقل الهواء المضغوط من مكان الى مكان اخر.